السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العظماء اللي بننقل منهم العلم، من الكبار اللي بننقل منهم العلم في هذا العصر، اللي هم طبعا الغرب، الجمعية الدولية للصداع. الجمعية الدولية للصداع دي جمعية بريطانية تأسست عام 1981، وبدأت تأخذ صورة شركي في 1994. في 1995 بعدها بسنة أصبحت جمعية خيرية. الجمعية الدولية للصداع هي أكبر مرجع مسؤول عن الصداع، وأفراد هذه الجمعية أو أعضاء هذه الجمعية حاليا حوالي 1000 عضو على مستوى العالم. ورئيس الجمعية الحالي واحد من الدنمارك، من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك. المميزات اللي بيحصل عليه الأعضاء في جمعية الصداع الدولية إنهم بيحصلوا مجانا على المجلة بتاعتهم. المجلة بتاعتهم اسمها كيفالجيا أو سيفالجيا على حسب ما بتتنطق يعني. المجلة دي بيتم نشر فيها كل الأبحاث اللي بتبقى مهتمة بالصداع، ويتم إصدارها 14 مرة في السنة. جمعية الصداع الدولية بتعقد مؤتمر دولي كل سنتين، وكل مرة بتختار دولة أو بتختار عاصمة من عواصم العالم عشان تعمل فيها المؤتمر بتاعها. جمعية الصداع الدولية عملت أول تصنيف للصداع عام 94، اللي هو International Classification of Headache Disorder رقم 1، ده كان في 1994، وطبعا ما انتشرش وما كانش ما أخذش يعني انتشار كبير. التصنيف الثاني تم إصداره في 2008. في 2008 تم إصدار التصنيف، في 2004، في 2004 تم التصنيف الثاني، مش في 2008 سوري، مش في 2008 لا، في 2004 كان الانترناشنال كلاسيفيكيشن اوف هيديك ديسوردر رقم 2، وده انتشر شويه يعني. اما في 2013 فعملت الانترناشنال كلاسيفيكيشن اوف هيديك ديسوردر رقم 3 بيتا فيرجن، وكان ديتي يعني لسه يعني في طور التطوير، وتم يعني الإصدار النسخة النهائية من التصنيف رقم 3 في 2018، اللي هو الانترناشنال كلاسيفيكيشن اوف هيديك ديسوردر رقم 3، اللي هو في 2013 ده اللي هو البيتا فيرجن. وكان التصنيف رقم 18 ده، التصنيف رقم 3 اللي هو تم إصداره في 2018، هو اللي ماشيين بيه حاليا. كل اي حاجه لها علاقه بالصداع ما تبقى تبع الانترناشنال كلاسيفيكيشن اوف هيديك ديسوردر رقم 3. جمعيه الصداع الدوليه يعني حاليا بتعمل على انشاء الانترناشنال هيديك اكاديمي، ودي بتبقى مسؤوله عن اعداد الكوادر الطبيه اللي هي بيبقى اهتمامها الكبير بدراسه الصداع او كل ما يتعلق بالصداع. المحزن في الامر اننا نحن تابعين، المحزن في الامر ان الجماعه اللي عندنا اللي هم جالسين في الجامعات ناقلين، وللاسف بيتشدقوا بهذا النقل، ما عملينش اي حاجه خالص غير انهم عمالين ينقلوا من الاخرين ويغلسوا على الطلبه في الدراسه بتاعتهم، ده كل اللي بيعملوه. لكن هناك برا كل حاجه بتيجي من برا، كل حاجه بننقلها من برا. هم عاملين جمعيات انترناشونال اكاديمي اوف نيورولوجي، كل تخصص عاملين له جمعيه، وهنا بيتناطحوا في المعلومات اللي بيجيبوها. اي حد فيهم يقرا من كتاب يعارض الاخر كانه الكلام بتاعه هو القران المنزل، والضحيه للاسف اللي بيدرسوا في المجال الطبي. للاسف الجماعه الاساتذه الجامعات او البروفيسورات الموجودين في جامعات في بلادنا للاسف يعني معقبة كبيرة في مجال التقدم، وهم للاسف متشدقين بنفسهم ومفكرين نفسهم
عاملين كل حاجة عاملينها يعني، كل الخير عاملين، اللهم يسر يعني. فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ونتقابل في فيديوهات تانية.